من الخيانات أيضا خيانة المال، أن أعطيك مالا على سبيل الاقتراض أو على سبيل القرض وأتمنك على أنك مسلم وتصلي معنا في المسجد ثم تأكل هذا الدين ولا ترده. من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من خيانة الأموال خيانة الشركاء لبعضهم البعض. إنسان يصنع مع أخيه شركة ويأتمنه على المال ويوكله مديرا على العمل، ثم هو يستحل الأرباح ويستحل رأس المال وربما يهرب به ونحو ذلك. هذه خيانة، نعم هذه من أعظم الخيانة التي يتبرأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من خان شريكا له فيما ائتمنه عليه واسترعاه له فأنا بريء منه. بل قال الله عز وجل في الحديث القدسي، وإن كان العلماء قد تكلموا في سنده: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبة، فإن خان أحدهما صاحبة خرجت من بينهما.